السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة دار مريم. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الطبلة ديال الكوتي اللي معتبرة وبنينة، كانت تجمع فيها صحابات والله يخلف عليهم، تا هما كل واحد عجب داكشي اللي قسم الله، دازت كليسه زوينه. المهم بغيت نشارك معكم بعض الوصفات اللي ديجا راه شاركتها معكم وحطيت لكم، غنحط لكم الروابط ديالهم اسفل الفيديو. عندنا هذا الكيك ديال النوغا اللي كيجي خطير وبنين، راه الرابط غنخلي لكم اسفل الفيديو. وعندي بطبيعه الحال المملحات اللي تا هما شاركتهم معكم، وهذا الديسير ديال الكنافه اللي كيجي ولا اروع، غادي تجربوه غادي يولي معتمد عندكم. وغنشارك معكم هذا البريوش هذا في هذا الفيديو، وعندي هذا البغرير ديال الشعير اللي كيجي زوين من الاسف ما تصورش ليا، وهادو داكشي اللي جابو جاراتي الله يخلف عليهم. صافي هنا غندوز ان شاء الله معكم الوصفه. اذا بسم الله نبداو. بالنسبه للمقادير غناخذ زليفه غندير فيها واحد ربعه ديال الفورس، يكون طبيعه الحال مغربل من قبل. غندير بيضه واحده، سواء بغيتو تعجنوه في العجانه اولا تعجنوها بايديكم ماشي مشكل. غندير بيضه، غندير واحد القبيصه ديال الملحه، اسمحوا لي على صوتي شويه ضاربني البرد. غنضيف هنا واحد تقريبا اما جوج معالق يكونوا عامرين مزيان اولا ثلاثه المعالق ديال السكر سنيده. وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، الخميره حبيبات اولا الخميره معجونه اللي بغيتو ماشي مشكل. صافي غادي نخلط العناصر بشويه ديال الماء دافي وغادي نعجنها عادي. العجينه كتكون شويه مرخوفه ديال البريوش، ما كتكونش العجينه قاصحه. صافي غادي نخلط العناصر مع بعضياتهم مزيان مزيان وانا كندلك. صافي انا هنا جمعتها في القصريه، من بعد راه غادي نطلقها فوق البوطاجي وغادي ندلكها. المهم تحسوا بها تدلكات لكم مزيان وتكون العجينه كيف قلت لكم رطبه. هنا غنضيف واحد 50 غرام ديال الزبده او تقريبا واحد جوج معالق كبارين ديال الزبده، تكون بدرجه حراره المطبخ. غندخلها مزيان في هاد العجينه وتكون العجينه كيف قلت لكم تكون شويه كتلصق ماشي مشكل، عجينه البريوش خصها تكون خفيفه. صافي انا غنستمر هكا ندخلها وغادي نرشها بسطح العمل. غادي نجمع ديك الكويره وغنخليها تخمر على خاطرها، غير حاولوا في هذه المرحله ما تكثروش الدقيق بزاف، انا هنا كانت كتبان ليا كتلصق وكثرت شويه الدقيق. صافي وغنغطيها تخمر ونخليها ترتاح مزيان. هنا من بعد ما ارتاحت لنا مزيان وخمرات كيف كتشوفوا العجينه راه كتكون رطبه. صافي غنبدا نقرصها كويرات هكا، يكونوا مهم قياس عينيكم ميزانكم، واللي عندو الميزان ممكن يعبرهم ماشي مشكل. كيف كتشوفوا انا غنحاول نقطعهم هذا كويرات يكونوا متساويين. صافي من بعد غناخذ كل قريصه وغادي ناخذ شويه ديال الزيت اولا زيت وزبده اللي بغيتو، غنحاولوا نقرصوها. هنايا نحاولوا ما تقرصوهاش بزاف رقيقه، انا شويه راه تقرصوا لي رقاق. المهم نتوما ضريبات خفاف بحال ما هكا ونديروهم في الصينيه ديال الفران اولا لاطا ديال الفران اللي تكون ديجا مفرشه ببابي كويسه. صافي هنا من بعد ما فرش من بعد ما قرصتهم غناخذ لا كريم باتيسري اللي كلشي كيعرف يصيبها، يعني غير بالحليب والبيض وهذا والسنيده والنشا اولا لا كريم باتيسري. صافي غادي نحط الكريمه غنديرها شويه من الوسط وغناخذ غنبقى تنستمر نكملهم كاملين. صافي وغناخذ هنايا غناخذ هنايا شويه ديال بيض البيض وغندهن غير الجوانب باش تحمر لينا العجينه، ماشي بيض البيض، سواء ديروا صفر ديال البيض، عفوا ديروا صفر ديال البيض من الاحسن باش تحمر ليكم. غدهنوا غير الجوانب باش ما تبقاش لنا العجينه بيضاء. صافي هنايا غناخذ التفاح من بعد ما قشرناه وحيدنا ليه العلف ديالو، غادي نحط شرائطو من الاحسن يكونوا تفيحات شويه صغيورين، انا هنا راه جاوني شويه كبارين. صافي غادي نستفهم على كاع دوك الدوائر ديال البريوش كاملين. المهم نتوما راه عينيكم ميزانكم كتشوفوا، يعني يكونوا اللي يكفيوكم فوق البريوشه. صافي وغناخذ شويه ديال السكر سنيده وغادي ندردرو فوق داك التفاح غير باش الى طاب لينا يجينا معسل، يجينا مكراميليزي كيف كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما خرجوا، نتوما ما تفوتوش ليهم طياب بزاف باش ما يقصاحوش. صافي من بعد ما يدخلوا الفران من بعد ما نخرجوهم من الفران غندهنوهم بكوفيتير اولا بالناباج باش يعطيوكم ديك الميعه. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، ونتمنى ان الفيديو يعجبكم.